السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل السكشن الباقي اللي هو السكشن ده. بس قبل ما نكمل السكشن ده هدي لك تاسك بسيطة اللي حابب يعملها يبعتها لي على الفيس أو ينزلها على الجروب، أنا تحت أمره بإذن الله. في الحتة دي لما أجي أنا كده أعمل ريفريش ولما أجي أدوس فالتايمر يشتغل. طب أنا مش عايز كده، أنا عايز حاجة تانية اللي هي إيه، ودي اللي أنت هتحاول تعملها بإذن الله لو حد حابب يعملها. لما أجي أنزل أنا فوق دلوقتي هعمل ريفريش للموقع أهو، لما أجي أنزل فيظهر السكشن ده كده، لما يجي يظهر التايمر يشتغل، لما يجي ينزل بالسكرول عند الحته دي فالتايمر يبدا يشتغل ما يستناش ان انا ادوس. طب اعمل كده ازاي؟ فكره انا هقول لك، هساعدك فكره بسيطه وانت لو حابب تكملها تمام. انت فوق دلوقتي لما تيجي تنزل بالسكرول انت عايز تجيب اول ما يبدا هنا، يبقى اكيد من حته من فوق من اللي فوق خالص لحد هنا ده هاي معين، فانت عايز تجيب من اول ما يبدا من هنا، فدي حاجه اسمها اوفست توب، فانت حاول تستخدمها في الجزئيه دي. لو حد حابب يعملها زي ما قلت يبعتها لي وانا تحت امره باذن الله. تمام جدا. طيب نبدا بقى السكشن بتاعنا اللي هنعمله اللي اسمه ريسنت ورك. شرحنا الفيديو اللي فات الميكس سيت اب عشان هنستخدمها هنا ان شاء الله. طيب واحده واحده، اول حاجه هعمل سكشن وليكن كلاس اسمه ريسنت مثلا، ريسنت ورك، ريسنت ايا كان، وما انساش هل هستخدم الديف كلاس كونتينر؟ لا خالص، الصور كلها بادئه من اول هنا فخلاص مش لازم الديف كلاس كونتينر خالص. تمام جدا جدا. طيب الديف بقى، قبل ما نعمل الديف هنكتب الكلام بتاعنا. اول حاجه في كلمه H2 مكتوب فيها recent work، ثم مكتوب دي طبعا الجزئيه دي وليكن هنعملها ب ديفات مثلا او تعملها لينكات ايا كان زي ما انت حابب. هنعملها احنا مثلا ديفات ونجيبهم جنب بعض او نعملها لينكات. هنعمل في ناف واعمل اللينكات بتاعتي الايه href، مش هيودي على حاجه. هعمل خمس لينكات، اول حاجه لينك اللي اسمه اول، ثم في ديزاين، ثم في ايدنتيتي، ثم في الفوتوغراف الفوتو وليكن، ثم اخر حاجه الابلكيشن الاب. تمام جدا جدا. طيب نيجي بقى نشوف الشكل بتاعي، هعمل ريفرش. تمام ادي الشكل بتاعي حلو جدا جدا، عايز احطهم في نص الصفحه بالظبط. هنيجي بقى بالستايل، هقول له الكلاس اللي اسمه ريسنت دوت سيكشن دوت ريسنت، انا هقول له عايز التكست الاين سنتر، اي حاجه وقت ده من السنتر. طب هل ده صح؟ لا، لان الصور برضو هتكون كلها متوسطنه فانا مش عايز كده، فانا عايز احدد ديف جواه وليكن ديف واديله او الناف، بس هات لي الناف، بس هات لي اللي جوه الناف اللي هو ايه اللي جوه الناف اللينكات دي. طيب احنا هنحدد ديف وليكن مثلا هديله كلاس اسمه سنتر، كلاس اسمه سنتر، وهاجي هنا احدد هخلي كل ده يتشال بالديف كلاس سنتر، ديف كلاس سنتر، واقول له يتحدد كل ده كده واخده تاب معين. تمام تمام جدا جدا. طيب اهو هعمل ريفرش فكله اتحدد ديف كلاس سنتر. حلو، هاجي هنا في الستايل طبعا هحدد اول حاجه السكشن ريسنت، وهقول له انت الويتس بتاعك 100% والهاي مثلا 700 بكسل هنقلله، والبادنج توب او بادنج بس عايز من التوب 100 بكسل، من ليفت ومن البوتوم مثلا وليكن 50 بكسل، من الرايت لا هي توب رايت بوتوم ليفت. تمام ريفرش. تمام جدا جدا. طيب هنيجي بقى نظبط اللينكات بتاعتي، هاتلي من الديف سنتر ال H2 عشان نكبر حجمه شويه، ال H2 استخدم H1 وتريح دماغ عادي. الفونت سايز 3 EM، اشوف كده الشغل بتاعي ريفرش. تمام جدا كويس ريسنت ورك. ثم بعد كده هظبط اللينكات بتاعتي، هقول له هات لي الناف اللي موجوده في السنتر، هات لي الناف الايه بتاعك، اول حاجه يكون الكلر لونه
اف اسود قصدي، والفونت سايز وليكن هنكبره شوية وليكن 17 بكسل، واقول له بادنج ليفت يبعدوا عن بعض وليكن 15 بكسل، واشوف الشغل بتاعي ريفرش تمام جدا جدا. اشيل الخطوط اللي تحت، تكست ترانسفورم تكست ديكوريشن نون، عشان يشيل الخطوط بتاعتي كده تمام جدا واقدر ادوس عليه. طيب هشوف الشكل بتاعي، طبعا متكبر شوية، الفونت سايز وليكن خليها 20، وابعدهم عن بعض مثلا 25، تمام جدا جدا. هعمل هنا مارجن بوتوم، مارجن بوتوم وليكن 5% عشان يبعد، لا كتير قوي، 2 كويسين قوي، تمام جدا. اجي بقى ادوس عليه مثلا، اللون طبعا واضح ان هو مش اسود، ويضح ان هو مثلا اللون اللي هو 8 8 8، ريفرش تمام جدا جدا. لما اجي ادوس على اول بقى يحصل بقى الايه، الميكسيت اب بتاعتي. طيب قبل ما طبعا نعمل الميكسيت اب، نشوف الصور معموله ازاي واحده واحده بقى، نصغر اهو، تمام جدا جدا. طيب اول حاجه ده ديف، يعني احنا نمشيها كده، ده ديف في 3 صور، ثم ديف بعديه في صوره وصوره، ثم ديف بعديه، يعني بص احنا هنقسمها كده، الجزئيه دي ديفين، ديف على الشمال وديف على اليمين. الديف اللي على الشمال في ديفين، ديف ماشي كده وديف ماشي كده، والديف اللي على اليمين في ديف الصوره الكبيره، ثم ديف بعديه في صورتين، واحنا هنحط كل صوره في ديف. ليه؟ زي ما عملنا في اللي فوق ده خالص، مش احنا حطينا في كل صوره ديف عشان اقول اوفر فلو هيدن، عشان لما الصوره تعمل سكيل هنعمل نفس الكلام هنا بالظبط. طيب واحده واحده بقى اللي انا قلته ده، اول حاجه هنعمل ديفي بحيث ان هو فلوت ليفت وفلوت رايت. هنعمل ديف الاول يشيلهم كلهم، كلاس هسمي ده الايمج او اول ايمج، الاول ايمج مثلا، ده هيشيل كل الديفي. طيب حلو، في ايه بقى؟ قلنا هيكون في ديفي، ديف على الشمال وديف على اليمين، ديف كلاس وليكن ليفت، وديف كلاس وليكن رايت. طيب تمام، الديف الكلاس ليفت اللي هو 50% ده، في ايه؟ في ديف اهو في 3 صور، وكل صورة قلنا هنحطها في ديف، وفي ديف صورتين وكل صورة هنحطها في ديف. طيب حلو، في مكتبة على فكرة بالجكوري بتعمل الحركة دي، بس احنا عايزين نعملها بيقول. طيب اول حاجة في الليفت قلنا هنعمل ديف كلاس اللي هو اول ديف ده، وليكن هسميه مثلا اول صورة هنا، وليكن مثلا اي حاجة ديف 1 مثلا، و ما اسميها مثلا بيرد ايا كان، والديف الثاني، الديف الثاني اللي هو ده وليكن هسميه مان مثلا. طيب حلو، طب الديف ده هنا برضه في ديف ايه؟ ديف بالعرض، ديف كلاس وليكن هسميه اي حاجة اوبن مثلا، وديف بعديه انا مش هعمل الكلام ده عادي، انا هعمله بس يحصل كلمة السكيل، وانت عايز تحط الكلام قشطة عادي. في ايه؟ في الديفين دول وليكن برضه هسميه اوبن وكلوز مثلا، تمام جدا جدا. يبقى الديف ليفت اللي هو كلاس ليفت اللي فيه ال4 صور دول او ال5 صور دول، والديف الرايت اللي فيه الصورتين دول او ال3 صور دول، تمام جدا جدا. اول حاجه الديف بيرد اللي هو ده اللي على الشمال ده، ياخد مثلا ويتس 25 وده ويتس 25، والصوره دي واخده ويتس 50%، والصوره دي واخده 25، والصوره دي واخده 25. طيب انا عايز اول حاجه الديف ده احط الصور بتاعتي، وقلنا هنحط كل صوره في ديف، ديف عشان طبعا لما اجي احدد الكلاس لما ادوس على الديزاين يجيب لي الديفات دي مثلا، فانا اقول له اول حاجه ديف وليكن الصوره دي اسمها ايه، نشوف الصور بتاعتنا، ادوس اجيب اول حاجه الايمج، الصوره اللي اسمها بروجكت لاندسكيت، هقول له الايمج سورس
image source، اخش جوه الايمج اسمها landscape اهي. طيب الصورة التانية كانت الصورة دي اللي اسمها project landscape blt، project landscape blt نفس الكلام، هاخد الديف ده كوبي كده landscape، ده انا جايب صورة تانية خالص اسمها ايه الصورة دي، نجيبها كوبي، رايح دماغنا كوبي وهحطها هنا كده اهو. تمام تمام والصورة التانية اسمها اهي، هاخدها برضو كوبي واحطها هنا. ثم اخر صورة خالص اللي هي الصورة دي هنا اسمها ايه اهي، اخدها كوبي كلها واحطها عندي في الشغل. تمام جدا، وشوف الشكل بتاع الاول ريفرش. تمام جدا، طبعا الصور كبيرة، هنظبط ده كله بإذن الله. طيب ثم الصورتين دول في الديف التاني اللي هو الديف كلاس المان، هقول له برضو ديف واقول له ايمج سورس بيساوي الايمج، وهقفل الايمج واجيب الصورة بتاعتي، احنا قلنا صورة الكراسي دي اهي، خدها كوبي واحطها عندي. ثم ديف كمان في الصورة التانية بتاعت الراجل ده، ادي الصورة اخدها كوبي واشيل ده كله كده واحط الصورة. تمام جدا جدا. طيب والديف الاوبن في صورة واحدة، الديف هقول له الايمج سورس اسمه ايمج، الصورة اسمها ايه اهي، اخدها كوبي واحطها في الشغل بتاعي، هعمل كده. تمام جدا جدا، وهعمل برضو ديف كمان هنا بقى في ديفين في الكلوز في صورتين، اول صورة اللي هي صورة الواد، وده صورة الواد برضو اللي حط ايده على وشه، اول حاجة الصورة دي، والصورة التانية رقم اشيل ده خالص كده واشوف الصورة، تلاقي كل الصور تحت بعض، الصور كلها تيجي تحت بعض عشان كل صورة حجمها كبير جدا. انا فتحت الصورة دي اهو، احطه في الشغل بتاعي اخر حاجة خالص واشوف الشغل بتاعي، هاجي اعمل ريفرش هتلاقي الصور كلها تحت بعض اهو، كل الصور تحت بعض. تمام جدا، انا قررت الصورة دي ليه، احنا جينا نحط الصورة هنا، فين الواد اللي بينط اهو، انا عايز ده بقى. تمام جدا، وشوف كده هل اتحطت. تمام، هنيجي بقى نظبط كل حاجة، كل الويتس بتاع كل حاجة. اول حاجة الديف الليفت ده هياخد 50% اللي شايل كل حاجة، عشان نظبطهم اهو. ديف الليفت اول حاجة اللي في الاول ايمج، هاتلي من السكشن اللي اسمه ريسنت الديف الاول ايمج، الديف اللي انت مديله اول ايمج، ايمج ولا ايمجز، ايمجز، هات لي الديف اللي انت مديله كلاس ليفت. طيب ده ويتس 50% وفلوت ليفت. طيب التاني اللي هو واخد بقى كلاس رايت برضو 50% وفلوت ليفت، ويتس 50% وفلوت ليفت، وهقول له ان ده الكلاس اللي اسمه رايت، واشوف الشغل بتاعي كده اهو، هعمل ريفرش. تمام جدا جدا، ده خد 50% وده خد 50%. تمام جدا جدا. طيب حلو، هنيجي بقى نظبط انهي ديفات اللي هم دول، انا عايز الصور دي 1 2 3 اهم، 1 2 3 انا حاطه في انهي ديف، في الديف اللي اسمه، الديف اللي اسمه بيرد، هياخد 25% يعني اللي موجود جوه الليفت ده، فين هو اهو اللي موجود جوه الليفت، هياخد 25% من 50% يعني الربع النص قصدي،
هات لي الليفت، هات لي بقى الكلاس اللي انت مديله بيرد، الويتس بتاعه بقى كام؟ 25%. طيب الديف اللي بعديه نفس الكلام، اللي فيه الصورتين اللي هما دول، المان برضو هياخد 25%. يبقى كده مقسمهم فعلا صح، المان برضو هياخد 25%. وجيت عملت ريفرش ريفرش، طبعا مش هيحصل اي حاجة. ليه؟ لان محددتش الفلوت. هقول لي ده فلوت ليفت وده برضو فلوت ليفت عشان يجوا جنب بعض اهو، وهعمل ريفرش. تمام جدا جدا، ده 25% وده 25%. طبعا الصور جت تحس انها على بعضها كده، ليه؟ لان الصور مش متظبطه، فانا اقول له الصور تاخد 100% من الحيز اللي هي موجوده فيه. مش الصوره دي موجوده حيز 25 تشغله كله. فانا كده اقول له الديف كل الصور اللي موجوده في البيرد، كل الصور اللي موجوده في البيرد تاخد الويتس 100% اهو. وجيت عملت ريفرش اهي، الصوره فعلا خدت 100%، شغلت الحيز بالظبط. طيب الصور اللي هنا نفس الكلام، كل الصور اللي موجوده في الديف المان تاخد 50، تاخد 100%، الويتس بتاعها يكون 100%. هات لي كل الصور، هات لي الويتس بتاعها خليه 100%، واجي اعمل ريفرش. تمام جدا جدا. طيب تمام، احنا ممكن نكبرهم بعد كده عادي، الويتس 100% من 25. انا عايز ده يبقى 50%، انا اسف، ده 50% ودي 50%، 50% من 50% اللي هي 25 كده بالظبط، فعلا كده. تمام جدا جدا. طيب ناقص الصور دي نفس الكلام، هاجي اقول له الديف الرايت، هات لي اول حاجه سيكشن اللي اسمه انا مسميه يا ربي اوبن وكلوز، هات لي الاوبن دوت اوبن، اقول له برضو الويتس بتاعك 25 50%، 50% من 25، مش الرايت ده واخد 50 وانت قلت له الاوبن اللي جواك ياخد 50%، يعني 50% من 50% اللي هي 25. وفلوت برضو ليفت نفس الكلام، اللي اسمه كلوز، الديف اللي اسمه كلوز برضو 25%، وفلوت ليفت او فلوت رايت ايا كان الويتس 50%، انا اسف، وفلوت ليفت. وهاجي اعمل ريفرش. تمام جدا جدا. ناقص نعمل ايه؟ نظبط الصور. بس اللي انا عامله صح؟ لا، انا عايز الصوره دي هي تاخد 100%، الصوره دي تاخد 100%، انا اسف، الصوره دي تاخد الاوبن دي، الصوره اللي جواها تاخد 100%، ومش عايز فلوت. مش الصوره دي، دي الصورة، الصورة دي هي اللي في الأوبن، عايز تاخد 100%، تاخد الويتس كله، لكن الصورتين دول هيجوا جنب بعض. طيب حلو، أنا عايز اللي في الكلوز هياخد الويتس بتاعه برضو 100%، بس أنا هحدد الصور بقى، أحدد الصور. الصورة الأولى هقول له الإيمج الفيرست تشايلد، الفيرست تشايلد الويتس بتاعك 50%، وفلوت ليفت الويتس 50%، وفلوت ليفت. والصورة اللي بعديها نفس الكلام، ويتس 50% وفلوت ليفت، بس لاست تشايلد بقى اخر ابن، لاست تشايلد. شوف كده الشغل بتاعي تمام ولا لا، ريفرش. تمام جدا جدا. طيب الهاي بتاع الصورة دي لسه ناقص، اقول له الهاي بتاع الصورة اللي موجودة في الاوبن وليكن 50% كده، ونشوف الشغل. ريفرش، هقلل كمان، خليها 200 بكسل. انا بعمل فاني صور، تمام، انا بعمل في صور غلط، انا عايز الصورة مش عايز الديف نفسه، انا عايز الليمج الاوبن دي، هاتلي منها الصورة، هاتلي الهاي وليكن 210 كده بكسل. ريفرش، تمام جدا جدا. قلل كبر شويه كمان 500، وريفرش، قلل شويه وليكن 450. تمام جدا جدا، نقلل شويه او نخلي الصور بتاعتنا، مش انا قايلها الويتس 100%، برضه اقول له ان الويتس بتاعها 100% عشان تشغل نفس الحيز بالظبط.
عشان ما يكونش غالبا فيه السكرول بتاع اللي تحت. تمام جدا جدا، ادي الصور اللي اتظبطت معايا، الصور اللي انا عملتها اهو نفس الشغل ده بالظبط. ناقص بقى نعمل تأثير الايه الحتة دي. طيب هنعمل ازاي التأثير ده؟ ببساطة شديدة جدا. اول حاجة احنا هنحدد الكلاس اللي اسمه ميكس زي ما كنا عملنا في الفيديو اللي فات. هنربط بقى زي ما قلت ازاي واحدة واحدة. اول حاجة هنيجي نكتب هنا، احنا هنبدل الايه ده نخليها سبان عشان انا مش عايزه يروح في حتة دلوقتي، مش عايزه يتشرف خالص دلوقتي، هنخليه سبان. زبان زبان تمام. تمام جدا. زبان في حاجة غلط هنا. تمام. طيب كده حطينا الاسبان، بنحط ايه بقى؟ بتقول data filter وليكن اي اسم اللي هو اول حاجة الاول عشان يجيب كل الصور. حلو. وتكرر تاني data filter هنا وتحدد كلاس معين، وهي نفس الكلام وهي نفس الكلام وهي نفس الكلام. وليكن هنا اقول الكلاس الخاص بالديزاين، وهنا الكلاس الخاص بالايدنتيتي عشان هننده عليهم بعد كده. انت كده بتنده عليهم، انت بقى هتسميهم فين؟ هنسميهم في الايمج اللي تحت دول. اول حاجه ده الفوتو، ثم بعد كده اخر حاجه الاب. تمام جدا. وما ننساش برضو بنزود كلاس الفلتر لكل واحد، فلتر وهنزودها لكل واحد. تمام تمام. وهنا كمان اخر حاجه. تمام جدا. نيجي بقى للصور بتاعتنا لكل ديف. هقول هنا كلاس اللي اسمه ميكس زي ما شوفنا الفيديو اللي فات، ونسمي مثلا الكلاس ده وليكن ديزاين، ده اللي هينده عليه في الديزاين. وليكن هنا برضو كلاس الميكس ثابت، وهنده مثلا على الايدنتيتي، وهنا كلاس الميكس برضو وهنده على، او هسمي الكلاس ده وهو بينده على الفلتر هنا، وليكن اب. تمام جدا جدا. نيجي نسمي هنا صورتين تانيين، كلاس الميكس هنده مثلا برضو على الاب، وهنا كلاس الميكس وهنده مثلا على الديزاين. هنا قصدي بتسمي الكلاس وتنده عليه في الفلتر فوق. في الصورة دي وليكن هسمي كلاس الميكس والكلاس اللي اسمه فوتو، خلي الصورة الكبيرة بس هي الفوتو، وبعد كده برضو هنا ميكس، ونسمي الكلاس او ننده على وليكن برضو ايدنتيتي، وهنا نفس الكلام. تمام جدا. منساش طبعا اعمل انكلود للمكتبة، ادي السكريبت سورس الجي اس مكتبة الميكس سيت اب. تمام جدا. هاجي في الستايل، ما ننساش طبعا انا غيرت الحتة دي اللي هي nth of type 1 و nth of type 2 عشان first child هو ما كانش first child، هو محطوط جوه div، فالديف ده هو اللي يعتبر first child، لكن ده اسمه nth of type 1. طيب حلو. قال لي تنده على الكلاس اللي اسمه mix وتقول له display، وده المكتبه عشان الفيديو اللي فات none عشان يختفي. وهنشوف كده هل هيشتغل. لا طبعا مش هيشتغل، ناقص ننده المكتبه بتاعتنا بالجكويري. الكونتينر اللي شايل كل ده احنا مسمينه ايه؟ مسمينه all image dot mix it up، كل اول حرف من تاني كلمه كله كابيتال. طيب ونيجي نشوف الشغل بتاعنا. هاجي اعمل كده ريفرش واقول بسم الله. تمام جدا جدا. ادوس مثلا على الايدنتيتي يفتح لي الايدنتيتي، ادوس على الاب يجيب لي صور الاب، ادوس على الاب ده تمام، ادوس على الاول فيجيب لي كل صور الاول. تمام جدا. في مشكله هنا اللي هي ان تي اتش اوف تايب ده، وليكن احنا هنقلل الصورة، خلي كده الويتس ده 45، نشوف المشكلة فيها. لا مش فيها،
انا احدد الايمج ده وليكن هديله كلاس لو اللي هو الديف ده، الصورة دي صح، الصورة دي هي اللي بايظة، وليكن هديها كلاس كده عشان اشوف المشكلة. لو الانت اتش مش شغال الكلاس وليكن اسمه اسميه اكس دلوقتي، وهنده عليه هنا كده واقول له دوت اكس واشوف هل فعلا. طيب هو الويتس ماله؟ الويتس 40% وليكن. هنشوف الانسبكت element ايه المشكلة. طيب الصورة دي ده كل الديف بيتحرك معايا، طيب ده مش حاجة حلوة. نيجي للديف ده كده، فلوت رايت ده كل الديف بيتحرك معايا، مش شايف هو لا الصورة دي ولا الصورة دي. طيب تمام المشكلة. طيب احنا نعمل تعديل بسيط واحدة واحدة. هنيجي نقول هنا انا كنت عامل اكس خلاص، هقول له هات لي هو شكله في مشكلة في الانتي اتش تايب. طيب احنا نحددها واحدة واحدة. اول حاجة هات لي من الديف كلوز، مش في ديفين، هات لي الدايركت تشايلد الديف الاولاني اللي ان تي اتش وفي تايب، وفي تايب واحد، هات لي منه الصورة بقى خلاص، هات لي منه الصورة. ونفس الكلام الديف التاني، هات لي الكلوز بس هات لي منه رقم اتنين الصورة التانية. طيب حلو. طيب تمام، نيجي بقى نحدد الديف الكبير ده، نقول له انت الويتس بتاعك، الويتس بتاعك بتاع الديف ده 100%، الويتس قصدي 50%، واصلا 100% الكبير اهو، انا عايز بس 50%. وكده اعمل ريفرش، لسه نفس المشكلة. تمام جدا. طيب حلو، ناقص ايه؟ ناقص ان انا ادي للصور 100%، كل صورة تاخد 100%، وانا خلاص حددت الاب بتاعهم 50%، فكل صورة تاخد 100%. كده اعمل ريفرش. تمام، اقول ده فلوت رايت كده ريفرش. طيب نفس المشكلة، الديف ياخد 100%، وهنزود حاجة بسيطة لل الاب اللي شايلهم كلهم، اقول له ديسبلاي فيليكس. تمام جدا، واعمل ريفرش اهو. تمام جدا جدا. طيب هاجي ادوس على ايدنتي فيجيب لي الصور ايدنتي، ادوس على الديزاين نفس الكلام، ادوس على الفوتو، ادوس على الاب، ادوس على الاول. تمام جدا جدا. ممكن تظبط انت الاسبانات دي عادي، احنا كنا محددينها للايه، شيل بقى الخلاص اللي هو الكلاس اللي اسمه اكس، خلاص احنا ظبطناها. اي مشكله بتحصل بنظبطها بفضل الله. طيب فين الاسبان او الايه اللي انا كنت محددته؟ احنا حددنا اسبان بقى خلاص، هات لي الاسبان وهعمل ريفرش. تمام جدا، دوس على الديزاين، دوس على الانت، دوس على الاول. طيب نبعدهم تحت شويه، اقول له ان المارجن بوتوم بتاعك 5%، شيب مارجن ايه، مارجن بوتوم، واعمل ريفرش. طبعا ما اشتغلتش ليه؟ لان العنصر انلاين، فلازم نقول له ديسبلاي انلاين بلوك، اعمل ريفرش. تمام جدا جدا، تقلل شويه ل 5% تبقى 3%، يبقى كويس. ده كان الجزئيه بتاعتنا دي. لو انت عايز تزود بقى شويه تريكات زي ما انت عايز. اتمنى يكون الفيديو واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.